عازف فرنش هورن اتخرجت من الكونسرفاتوار وطبعا درست الفرنش هورن درست علوم الموسيقى واشتغلت فترة في أوركسترا القاهرة السيمفوني على الفرنش هورن طبعا فتصادف أنه في الفترة دي كان زيارة لعازف البان فلوت جورج زنفير جه زار القاهرة واشتغل مع أوركسترا القاهرة السيمفوني فوقعت في حب الآلة دي لأنه طبعا سمعت عازف كبير يعني طبعا اشتغلت معاه من ضمن الأوركسترا فوقعت في حب الآلة دي فقررت أني أستغل أي ظروف أن أنا أقدر أن أتعلم الآلة دي طبعا مشوارها طويل شوية ومكلفة فلوت هي آلة نفخ خشبية مصنوعة من خشب البامبو خشب البامبو طبعا بيبقى في أماكن معينة هي أصل الآلة دي أو تاريخها كان في أمريكا الجنوبية هي طبعا اشتهرت في اللي شعرها كان طبعا جورج زنفير وهو أصل روماني فطبعا معظم الناس فاهمة أنه الآلة أصلها روماني أو أوروبا الشرقية بس هي أصل الآلة هي فعلا كانت أمريكا الجنوبية فطبعا أنا طبعا اتعلمت دي الآلة دي على إيد أستاذ في ساوث ويست تكساس يونيفرسيتي في أمريكا ولكن هو أساسا من برازيل برازيلي ف زي ما بنقول الآلة من البامبو من خشب البامبو تصنيعها طبعا نادر جدا اللي بيصنعها ونادر طبعا برضو الحصول عليها لأنه لازم أسافر علشان أعرف أختار آلة لأنه ممكن 10 آلات تختاري منهم آلة واحدة لأنه ممكن يبقى فيها غلطة أوفن جدا إن ممكن بعد الآلة ما تتعمل وبتاع ممكن يكون فيها غلطة في التوناليتي غلطة في التيونينج بتاعها غلطة في نوعية الخشب نفسه لأن كل تيوب من دول هي عبارة عن خشبة بامبو ولكن ممكن التيوب نفسه يكون نوعية الخشب بيطلع هواء مع الصوت فطبعا الآلة بتبقى طبعا كانسل ما ينفعش إن الواحد يستخدمها يعني لأنه هيبقى في عندي نغمة طايرة برا دي من ضمن يعني خطورة تصنيع الآلة يعني
البان فلوت هي بتبقى 3 اوكتاف. اوكتاف ده اللي هو الـ في السلم، في الناس الموسيقيين عارفين الاوكتاف ده اللي هو من دول دو مثلا. طبعا بتختلف من آلة للتانية للسكيل بتاعها او التوناليتي بتاعها. في بعض آلات بيبقى الطبقة اللي هي اذا كانت طبقة حادة او غليظة. ففي طبعا علشان الواحد او يقتني آلة البنفلوت هي مش آلة واحدة، لا طبعا هي مجموعة آلات. طبعا لانه التكنيك بتاعها الرباط والليجاتو والاستاكاتو هو معقد، هو تكنيك معقد جدا. آلة البانفلوت هي آلة رومانسية أو رومانتيكية من الطراز الأول، وهي آلة طبعا ما تعملتش لأنها تكون من آلة مكونة للأوركسترا أو آلة من مكونات الأوركسترا أو تستخدم ضمن الأوركسترا، ولكن هي بتستخدم كأنها آلة سولو وبيصاحبها الأوركسترا. من ضمن الحاجات انه الآلة دي طبعا بتستخدم في الموسيقى الهادية او الاغاني الحزينة او الهادية، ولكني انا حاولت انه ادخل فيها بعض الاغاني اللي هي فيها شوية حدة او تفاعلات اوركسترالية اكتر او حتى هارد روك في بعض الاغاني الغربية. طبعا بيبقى فيها مصاحب ليها هارد روك، فأنا حاولت أن أنا أستخدم البان فلوت مع موسيقى الهارد روك، ودي طبعا هي حاجة طبعا غير مسبوقة، وأأمل أنها يعني تلاقي نجاح. إذا افترضنا إن هو المغني بيقف يغني وراء أوركسترا، فأنت ممكن تشيل المغني وتحطي البان فلوت. ممكن البان فلوت يعمل دويتو مع المغني مثلا أو مع الجيتار. يعني في بعض أغاني أنا جربت إن أعمل دويتو بيني وبين الجيتار، بس برضو بمصاحبة الأوركسترا الوتري أو فول أوركسترا، يعني سيان أو ده أو ده.